حضراتكم الآن إلى الأردن لنقل جانب من المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزيرة خارجية الأردن والولايات المتحدة في العاصمة الأردنية عمان. نتابع. وفي النهاية نحن نعلم التهديدات التي تقدمها إيران لهذه المنطقة، ونحن تحدثنا عن كيفية مكافحة هذا التهديد بأفضل الطرق، وقد تحدثنا في كثير من المجالات. سوف نستمر في العمل معا لدعم الروابط الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة، وسوف نستمر في العمل على هذه القضايا المنطقية لتحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط بالتعاون مع الأردن. أشكرك على استضافتي هنا في الأردن، وهذا من دواعي سروري. شكرا لك. الأسئلة. هني موعد تلفزيون أورينت. We can speak in Arabic. سؤالي الأول لمعالي وزير الصفدي، طبعا بعد انهيار مناطق خفض التصعيد بعدد من المناطق السورية، هل تم حصول على تأكيدات بأن منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري سوف تبقى قائمة، خاصة هناك توتر في العلاقات الأمريكية الروسية؟ وأيضا سؤالي للسيد بومبيو، ما هي الاستراتيجية القادمة للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بعد الضربة الثلاثية في سوريا من قبلكم وأيضا فرنسا وبريطانيا؟ نحن اتفقنا أنا ومعالي الوزير على أن الحل السياسي والحل الذي نطلبه في سوريا فيما يتعلق بمناطق خفض التصعيد في الجنوب، هذه المنطقة تم التوصل إليها عبر محادثات أردنية أمريكية روسية، أنتجت هذه المنطقة أفضل اتفاق لوقف النار حتى الآن. نحن ملتزمون بالعمل معا من أجل الحفاظ على هذه المنطقة ومن أجل استمرار دورها في حماية الأرواح السوريين. الأولوية بالنسبة لنا هي وقف القتال، التقدم نحو حل سياسي يضمن وحدة سوريا، يضمن تماسك سوريا، يضمن استقلالية سوريا، ويقبل به الشعب السوري أساسا. فبحثنا كيفية الحفاظ على منطقة خفض التصعيد، لكن يجب أن ننظر مرة أخرى إلى منطقة خفض التصعيد على أنها هي من الأساس أردناها خطوة نحو وقف شاملا لإطلاق النار في سوريا، وخطوة نحو حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار، يعيد الأمن والاستقرار إلى سوريا في هذه المنطقة. شكرا. لقد ناقشنا ذلك مطولا مع معالي، ونحن معا متفقون تماما حول كيفية التقدم والتعامل فيما يتعلق بالأهداف في سوريا. هي مبنية على محادثات جنيفا وتقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل شامل لتخفيض التصعيد لنحل جميع التحديات السياسية التي نواجهها في تلك المنطقة. وقد سألت بالتحديد عن الضربة والاستراتيجية. استخدام الأسلحة الكيماوية هو أمر فريد وخاص، وقد قال الرئيس الأمريكي أن هذا لا يمكن قبوله ولا يمكن تحمله، وهذه مخاطرة كبيرة إلى العالم كله إذا لم نعد وضع إطار عمل مختلف لاستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب. تابعنا مع حضراتكم جانب من المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي مع نظيره وزير الخارجية الأردني في أول زيارة خارجية لوزير خارجية أمريكا للمنطقة اللي بدأها بالرياض.